بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. بمناسبة هذا الجمع الكريم اللي احب اقول عليه جمع الاحبة، ان شاء الله كده نلصق برقية شكر لسيد المشير عبد الفتاح السيسي قائدنا ورئيسنا على ان سيادته وعدنا وانجز. ان شاء الله هنوقع جميعا كده على الوثيقة ونرسلها للرئاسة. طبعا قناة السويس هو شريان الحياة للعالم، وقد قالها الرئيس الراحل أنور السادات: شريان السلام، شريان الحياة الاقتصادية للعالم أجمع. سيد المشير السيسي قال، سيادته قال، دي هدية أم الدنيا لكل الدنيا، وفعلا هي هدية مصر أم الدنيا لكل الدنيا. فإن شاء الله نستأذنكم هنبعت برقية بأسامينا كلنا شكر وتقدير وتقدير وتأييد لسيادة المشير عبد الفتاح السيسي. مطلوب مننا أولا متابعة موضوع تنفيذ الأحكام، مطلوب مننا بالنسبة للتجنيد، مطلوب مننا حماية الأبراج، مطلوب مننا حماية محطات الكهرباء، مطلوب مننا حماية أشرطة السكة الحديد. دي كلها حاجات مشروعات اقتصادية ومهمة استراتيجية، ولا بد ان احنا نخلي بالها علينا. ليه؟ لان دي مش بتاعتنا احنا بس، دي بتاعت احفادنا والاجيال اللي جاية بعد كده، المصطفين، الناس اللي جاي لنا من كل بقاع الجمهورية عشان يجوا يصطفوا عندنا هنا، هو مصدر رزق لينا، فلازم نحافظ عليهم ونحللهم ونزلل لهم اي مشكلة ممكن ان تصاب. اي مشكلة حضرتك تشوفها في الشارع حضرتك ممكن تروح لسيد المأمور او تجيني انا شخصيا وتقول لي عشان نحلها. بابنا مفتوح ل 24 ساعة، باب السيد المأمور مفتوح ل 24 ساعة، السيد رئيس وحدة مباحث الاسم 24 ساعة تتصل بيه وتقول له مشاكلك ويحلها لك، ومشاكل من تحت رئاستك او مشكلة القبيلة لازم برضو تكون عند العمد والسادة رؤساء المباحث أول بأول لنحلها، ونحلها بالتعاون مع بعض. احنا ان شاء الله الفرحة بتاعتنا الكبيرة اللي هي فرحة يوم الخميس كلنا هنحتفل ونفرح، لان ده انجاز عالمي، مش عايزين حد يعكر علينا فرحتنا ان شاء الله يوم الخميس. بتعاونكم وبيقظتكم واستنفاركم وكله يبقى متنبه عشان ما نديش فرصة لحد يزعلنا في يوم فرحنا الكبير. وانا مثالي ده ان شاء الله كلنا مش محتاج تذكرة، ده كلنا على وعي تام بيه. هختم حديثي بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة. كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته. ربنا يوفقكم جميعا، وانا بشكركم الحضور وبشكر الجميع، وباذن الله لنا لقاءات متعدده، احنا لقاءات شهريه نتبادل فيها كل حاجه تعني لي. شكرا يا جماعه.